مش عايز اقول بدعه، ولكن بدانا النهارده يكون في بند كده في ظهر الورقه ان احنا نكتب الشروط. كنت انا فاهم فكره إن مثلا ايه، الست تشتغل، الراجل من حق الست انها تشتغل، من حق الزوجه انها تمنع جوزها ان هو يتجوز عليها. بدا الشرط التالت كمان اللي بنسمع عنه دلوقتي، وهو ان الطلاق الشفهي لا يقع. هذه الشروط حرام ولا حلال ان احنا نكتبها في الوثيقه؟ شوف، احنا نكتب الشروط، انا قلت لك الشرط الذي احل كل الشروط حلال الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. الزوج لما يقول لمراته كده شفهيان تطلق، يقع طلاق ولا لا يقع طلاق؟ وقع طلاق. توثيقه بقى هو الايه؟ المشكله. يعني لاي واحد، يعني اي زوج حلف على مراته قال لا انت طالق، خلاص في هذه الحاله نطق بها بقى الطالق. لو هي كتبت ان الطلاق ده لا يقع كشرط مشروط، لو ايه؟ كشرط مشروط، كشرط مشروط لا يصح. لا يصح كتابه الشرط ده. لا 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 صح، لا يصح. لكن هي من حقها في هذا ان يحل المشكله ازاي؟ واحد حلف قال لمراته انت طالق. خلاص تعمل ايه في هذه الحاله؟ المفروض احنا بقى نعمل قرارات وقوانين يعاقب فيها الزوج اذا حلف على زوجته شفهيا ولم يذهب بعد ذلك الى الايه؟ الى دون توثيق هذا الطلاق. يبقى ده يجرم ويعاقب قانونا من الدوله طبقا لقوانين مدنيه. لكن الزوج ما دام قال لزوجته الطلاق لمن يملك الساق، الزوج هو المسؤول عن الطلاق، هو اللي يطلق الزوجه. أيوة. فاذا لا انت طالق خلاص بقى طالق، هو وجهة نظر وثق ام لم يوثق؟ يعني وجهة نظر الشيخ ده، وهو ان العقد شروط المتعاقدين، وان الزوج تنازل عن حقه في هذا الحق، يعني زي زوج المسيار. يعني المفروض ان الراجل ينفق على الزوجه، اذا هي اقرت وارتضت عدم الانفاق فخلاص انت طيب. من حقك انك تطلقها شفهيا، انت ارتضيت والعقد شروط المتعاقدين تقول انا متنازل عن هذا الحق. انا يا جماعه لو طلقتك حتى شفهيه ببقي كده ده مش طلاق. ايه المشكله بقى؟ المشكله في ايه؟ المشكله ما هو الفقهاء يا دكتور احمد اجازوا ان الواحد يعطي لمراته حق تطليق نفسها، العصمه، يعني حق العصمه تكون في ده. بس هي مش هي مش بتمنعه انه يطلقها، ممكن يطلقها كمان، بتطلق نفسها منه. لا، هو طلقت نفسي منه، الطلاق للراجل، هي طلقت بناء على التوكيل الصادر منك. نعم، وده لا يمنع ان هو يطلقها. دايما في المسلسلات يقول لها طلقيني العصمه في ايديها. لا، هو من حقه انه يطلقها. هي لا تملك ان تقول له انت طالق، ولكن طلقت نفسي بناء على التوكيل الصادر منك لي. طب الشرط ده اذا لو كتب فيه وثيقه عقد قران ده شرط باطل. نعم، شرط باطل. نعم، ان الطلاق الشفهي لا يقع ده لا يجوز. نعم. طب اذا الزوج وافق على ان الطلاق الشفهي يقع، لو واحد قال انت طالق بقى طالق، ما فيش مشكله. بس علينا بقى ان احنا نجرم هذا الرجل اذا لم يذهب للمأذون للتوصيل. طب اذا الزوجه قالت لك طب خلاص اكتب شرط من الشروط ان انت ما تتجوزش عليا، وان انت لو اتجوزت عليا لابد من اعلامي، ولو اتجوزت عليا ابقى انت كده ده يعتبر انها مطلقه. من حق الزوجه انها تشترط على زوجها عدم الزواج عليها، خدت بالك حضرتك؟ طب ايه الفرق بقى؟ ما إن من حق الزوج ان تشترط على زوجها في عقد الزواج ان هو ما يتجوزش عليها. خلي بالك حضرتك، او اذا تزوج عليها، اذا تزوج عليها من حقها طلب الطلاق في هذه الحاله، من حقها طلب الطلاق اذا تزوج عليها. دكتور، طب ما هو كده ده هو حقه في الحالتين، يعني هو حقه في سواء ان هو يطلقها، او حقه في الطلاق الشفهي، او حق ان هو يتجوز عليها. فاذا هو قبلت ان هو يتنازل عن حقه في التعدد، طب ما هو برضه كده من حقه ان هو يتنازل عن حقه في الطلاق الشفهي. بس الطلاق هو حق الرجل فقط وليس حق للمرأة على الإطلاق. الذي ينطق بالطلاق يا دكتور أحمد هو الرجل وحده. نقول تاني من وجهة نظري، إذا كنا احنا بنقول الزوج من حق ان هو يقوم بالطلاق الشفهي، ومن حق الزوج أيضا ان هو يقوم بالتعدد، ده حقه من حقوق. تمام. أنا كشرط بالشروط بشرط أن يعلم التعدد ده من حقه، ده قانون. لازم أقول لزوجته الأولى، ده قانونا دلوقتي لازم يعلم، ده قانون. نعم. انما الشرع لا، هو القانون هو اللي بيقول ده دلوقتي. طب اذا كنت